السلام عليكم ورحمة الله، معكم أنور العشير من قناة كود ويد أنور. دونك بالنسبة لقناة كود ويد أنور، هذه قناتي الثانية. بالنسبة لقناتي الأولى فهي بيكام إنجينير أكاديمي، دونك القناة التي هي معروفة عند الكثير من الأصدقاء من خلال تقديم دورات على اليوتيوب وبوستات من خلال الفيسبوك. هناك الكثير من الناس الذين يعرفونني. المهم، سوف أقدم لكم نفسي، أنور العشير، مهندس اي تي انفورميشن تكنولوجي، في كل ما يخص العالم التكنولوجيا، سيكوريتي، البروغراميشن اوف سيسكو اكويبمنت، الاوديت، الكونسبشن، كثير من الامور، دونك كل ما يتعلق بالبرمجة، مع خبرة دونك لسنوات. كذلك أستاذ أقرب بعض المدارس العليا في مدينة الرباط. الآن سوف نكمل أو سوف نبدأ دورة جديدة. هذه الدورة لن تكون كباقي الدورات، هذه الدورة سوف تكون شبيهة لكورس سي اس 50. حسنا، ما أريدك أن تعرفه عن الكورس سي اس 50 هو أنه ليس كورس يعني مفيد لك كمبتدئ. لماذا؟ لأنه يعطيك مثلا الفونديشن أو الفوندامنتلز، فإنه يعطيك فقط جزء بسيط، يعطيك جزء بسيط من الديفلوبمنت ويب، جزء بسيط من لغات البرمجة، وهكذا. إنه ليس كورس متكامل، ولكنه إذا كانت لديك بعض المعلومات تستطيع أن تبدأ بهذا الكورس، على شرط ألا تبدأ به وأنت مبتدئ لا تعرف شيئا في البرمجة. إذا هذه الدورة التي سوف أقوم بتسجيلها إن شاء الله سوف تكون تقريبا قريبة من السي اس 5، لكن السي اس 50 عفوا، لكن الفرق الذي سيكون هو أنني سوف أعطيك عصارة سنين، يعني كل ما تعلمته خلال مشوار حياتي البرمجية. إذا سوف أختصر عليك الكثير من الأمور، الكثير من الأسئلة، الكثير من الأخطاء التي يقوم بها المبتدئين، الكثير من يعني الطرق التي تذهب معها ولا تصل إلى نتيجة، الكثير من الأجوبة الغير منطقية. مثلا يقول لك اختر دومين وابدأ، مثلا اختر الويب ديفلوبمنت ويب ديف وابدأ، أو اختر الديسكتوب أو الموبايل وابدأ. عن اي ويب ديفلوبمنت وعن اي ديسكتوب تتحدث؟ انا كمبتدئ لا اعرف حتى ما هو الكمبيوتر، كيف سوف ابدا بدوره او سوف ادخل الى دومين الذي هو كبير جدا مثل الويب ديفلوبمنت او الديسكتوب ابليكيشنز او الموبايل او لست ادري او السكيورتي او الهاكين؟ هذا ليس منطقي ابدا. اذا هنا سوف أبدأ معك من تحت الصفر، ليس فقط من الصفر ولكن من تحت الصفر، من تحت نقطة الصفر. إذا سوف أتحدث معك كأنك مبتدئ، كأنك لا تعرف شيئا في عالم البرمجة، أنك لم تقم يوما بلمس كمبيوتر. مثلا هذه الدورة، هذا ما سوف يكون فيها. وفي كل فيديو جديد إن شاء الله سوف يكون يعني تتم للمعلومات التي تحدثنا عنها قبل. في البداية فيديوان أو ثلاثة قد ربما تكون فقط عبارة عن تيوريك، يعني بعض الأمور التي يجب أن تعرفها في عالم البرمجة، ومن بعد سوف نتحدث أو سوف نبدأ بالتطبيق. إذن عندما نبدأ بالتطبيق فإن الدورة سوف تكون تطبيقية 100% وعلى شكل بروجكتات صغيرة. إذن لن أقوم بشرح، مثلا أشرح لك سي شارب والجافا، يعني لن أقوم بذلك الشرح الممل الذي لن تستفيد منه شيء. يعني سوف يعني نتعلم ونحن يعني نستمتع ونطبق برامج جديدة. حسنا، إذا هذه الدورة اخترت أن تكون في قناتي الثانية. قناتي الثانية هي غير مفعلة للأرباح، يعني فيها فقط 300 مشترك. إذا أردت كذلك أن أقوم ب يعني تفعيل الأرباح فيها، وأتمنى أن تكون كذلك هذه الدورة في المتناول إن شاء الله. وربما قد أقوم بوضع الفيديوهات هنا وهنا بالنسبة للناس التي تتابعني في قناتي الثانية التي هي بيكام إنجينير. حسنا، سوف أترك لكم الروابط في الديسكريبشن الخاص بالفيديو على اليوتيوب. إن شاء الله سوف تكون
لدي انستغرام، لا استخدمه كثيرا لكن سوف ابدا باستخدامه، وسوف اقوم بعمل يعني قناة على التليجرام حتى يعني تقوم ب تعثرون فيها على الفيديوهات وعلى كل شيء، وتستطيعون كذلك التواصل معي على التليجرام، وسوف اضع لينك خاص بالواتساب حتى تستطيعون التواصل معي، يعني اي شخص منكم وجد مشكل او هكذا. اذا سوف نبدأ. إذا هذه الدورة كما قلت لكم فهي beginners friendly، إذا يستطيع يعني أن يتتبعها شخص لا يعرف أي شيء في البرمجة، كما أنها كذلك مفيدة جدا حتى بالنسبة للأشخاص الذين لديهم يعني ليفل متوسط في أو ليفل متوسط في البرمجة، وكذلك بالنسبة للناس المتقدمة، أن هناك بعض الناس المتقدمة التي لم تدرس البرمجة كما يجب. هو حقا يعني يستطيع ان يعمل بتكنولوجيا خاصة مثلا الجافا، يستطيع ان يصنع بها اي ابليكيشن يريد، ولكن دائما تبقى لديه بعض المشاكل عندما تظهر مع بعض الكراشين وبعض البوغين وبعض المشاكل في الكود، وهذا غالبا يكون يعني له علاقة بالميموري. حسنا، سوف نتحدث عن الميموري، وسوف نقوم بعمل فيديو في محو الأمية في الميموري، لأنها إذا ضبطت جيدا أمور الميموري وما يقع فيها، إذا من بعد سوف لن يكون لديك أي مشكل في البرمجة. بالنسبة لي أفضل التحدث بالدارجة المغربية، ولكن بما أن لدي متتبعين من باقي الدول فهنا يعني يكون مشكل كبير، بالتالي كان لدي يعني بعض الاختيارات. هناك بعض الأصدقاء الأفارقة الذين طلبوا مني، حسنا عندما أتحدث عن الأفارقة أتحدث عن جنوب الصحراء، أما حتى نحن فإننا أفارقة، طلبوا مني التحدث بالفرنسية. صراحة فرنسية لغة يعني غير جيدة بالنسبة للبرمجة وبالنسبة للغة للعلوم بصفة عامة، فهي لغة جد محدودة، لذلك كان لدي يعني الاختيار ما بين الإنجليزية والعربية، لكن نحن مغاربة أعتز بلغتي، وبالتالي جميع الكلمات يعني التقنية سوف نقول الترجمة الخاصة بها بالإنجليزية وبالفرنسية كذلك للمهتمين، لكن الدورة سوف تبقى عربية. كذلك أريد أن أثبت للناس الذين يقولون بأنه العربية ليست لغة علوم فإنهم مخطئون جدا، الفرنسية فقط اللغة الوحيدة التي بالنسبة لي ليست لغة علوم. حسنا، إذا سوف نبدأ على بركة الله. إذا هذه الدورة سوف تكون مقسمة لعدة أشياء، سوف يكون لدينا الفوندامنتلز أو الفاونديشن. الفاونديشن مثلا الاركيتكتشر الخاصة بالكمبيوتر، مما يتكون الكمبيوتر، ما هو عمل كل جزء، سوف نتحدث فيها كذلك عن النيويريك سيستمز، مثلا الباينري، الهيكزا ديسيمال، والكثير من الأشياء الهيكزا ديسيمال، ما هي اللغة التي يفهم الكمبيوتر. سوف نتحدث عن اللوجيك، أن المنطق هو أهم شيء، يعني بالنسبة للأشخاص العلميين فهو يعني لديه المنطق الرياضي، لكن المنطق البرمجي مختلف بعض الشيء عن المنطق الرياضي. حسنا، سوف تكون بعض الأشياء الأخرى، لكن هذه هي الأشياء المهمة. حسنا، قد نستطيع أن نسمي هذا الفونديشن ليفل 1، لدينا الإف ليفل 2 الفونديشن 2، سوف تكون فيه الالغوريتميكس دونك الخوارزميات، الادفانسد الغوريتميكس، ادفانسد الغو، حتى يعني تكون لدينا بداية جيدة في البرمجة يعني ونقوم بعمل كل شيء من الصفر، ويعني نحس ما هي البرمجة، سوف نتعلم سي بروغرامي لانجويج. سي بروغرامين، والديتا ستراكشرز بالنسبة
data structures بالنسبة للسي للسي بروغرامين. بما ان الداتا ستراكشرز الخاصة بالسي هي من اصعب، ليست من اصعب الداتا ستراكشرز ولكنها اصعبهم. مثلا لو استخدمت داتا ستراكشرز بالجافا او بالبايثون فكأنك تلعب. فقط استطيع ان انادي الطفل الصغير واقول له مثلا اعمل لوست ليست دوت اد او لا بوب او لا، فسوف يقوم بها. لكن بالنسبة للسي فانه يعني من المفروض انت من تصنع هذه الفانكشن. سوف يكون لدينا الفاونديشن 3. الفاونديشن 3 سوف يكون فيها الاوبريتنج سيستمز او اس. مثلا سوف نتحدث عن ام اس دوس الخاص بالويندوز. ام اس دوس يعني كيف نقوم بانشاء الملفات، حذف فيها وانشاء فايلات الكتابه وهكذا بعض الامور الخاصه بالويندوز. سوف يعني نتعلم لليونيكس الكوماندات الخاصة به والكثير من الأمور. اليونيكس ادفانسد يعني الخاص بالبروتوكولز الخاصة بالنيتوركين وهذه الأمور لن نراها الآن لأنها ادفانسد بعض الشيء. بالتالي سوف نتركها لدورات إن شاء الله متقدمة. إذا في الـ F3 سوف نرى الـ OS. أظن هذا ما سوف يكون الام اس واليونيكس. حسنا للأشخاص التي تمتلك الماك فهي يعني الماك لديه نوايو أو يعني نواة خاصة التي تسمى شيل خاصة باليونيكس. إذا فإن نفس الأوامر التي تطبق في اليونيكس سنستطيع تطبيقها في الماك وكذلك في الأندرويد سيستم. إذا ليس لدينا أي مشكل. هناك بعض الاختلاف فقط في الام اس دوس الخاص بالويندوز، لذلك سوف نرى هذه الاشياء. اما بالنسبه للينكس الماك الاندرويد فان نفس الاشياء تنطبق عليهم جميعا. بالنسبه للويندوز تستطيع استخدام مثلا الباور شيل فانه قريب جدا قريب جدا من يعني التيرمينال او الاوامر التي تطبق في اليونيكس والماك مع بعض الاختلافات القليله. كذلك لدينا اذا لم تريد ان يعني ان تقوم بعمل تثبيت لنظام لينكس تستطيع كذلك ان تستخدم اليونيكس او لا الويندوز ساب سيستم لينكس ال WSL. سوف نرى كل هذه الاشياء ان شاء الله. الان فقط اريدك ان تاخذ بعض الامور يعني او بعض الكلمات التقنيه وبعض المعرفه. لقد نسيت بالنسبه هنا عندما الشيء الذي اريده هو اننا سوف نتعلم بعض ما يسمى بالبيروتيك. يعني نستخدم خاصه الاوفيس مايكروسوفت اوفيس الوورد الاكسل. تعلم الاكسل وبعض الخصائص الخاصة به ومثلا الباوربوينت كيف نقوم بعمل انيميشن وهذه الامور. بالنسبة للديتابيز الخاصة بالاوفيس لن نستخدمها لان لا تستخدم حاليا، كانت تستخدم مع الفي بي قديما في بي او الفي بي. الان لا نستخدم الان الكل يستخدم لغة سي شارب. اذا سوف نرى لغة سي شارب ان شاء الله في ما بعد. اذا بالنسبه للفونديشن هذا ما سوف يكون لدينا. من بعد سوف نمر ل يعني الديزاين. الديزاين سوف نرى فيه بالنسبه للديزاين سوف نرى ال HTML CSS سوف نرى الجافا سكريبت. جافا سكريبت وهي لغه برمجه. هنا سوف نستخدم البروغرامينغ. هنا بالنسبة للجافا سكريبت هي صراحة ليست لغة 100% OOP أو Oriented Object Programming Language. لذلك سوف نراها قبل أن نرى OOP وسوف نرى مكتبة jQuery. هي مكتبة مهمة جدا نستطيع استخدامها لعمل الكثير من الأشياء وكذلك لاختزال الكود في الJS. وسوف نرى Bootstrap. إذا هذا تقريبا ما سوف نراه في الديزاين. ولو أن الجافا سكريبت ليست فقط لغة للديزاين ولكن كذلك فهي لغة برمجة يعني بروغرامين وديزاين. كذلك نفس الشيء بالنسبة للجيكويري و
البوتستراب. انا البوتستراب فيها يعني بارت خاصة بالديزاين وفيها بارت اخر خاص بالبروغرامين. فيما بعد عندما ننتهي من الديزاين سوف نتحدث عن قواعد البيانات. بالنسبة لقواعد البيانات سوف نتعلم الـ SQL، لغة الـ SQL التي هي لغة جد مهمة يجب أن يتعلمها كل مبرمج، لأن الـ SQL هي التي يعني تسمح لي بعمل ريكويست ما بين الـ يعني الفرونت، هذا يسمى بالفرونت، وما بين الباك. سوف أقوم بمسح هذا الشيء، هذه الأشياء التي كتبتها هنا. بالنسبة للباك للباك أند سوف نتعلم أبسط لغة والتي هي الـ PHP. صراحة ليست بسيطة بالمعنى الذي نقوله، لكن لماذا الـ PHP؟ لأنك سوف تتعلم الـ PHP وتستخدم الـ PHP، إذا لن تضطر لتعلم فريمورك، ليس ضروريا. ولو أن الـ PHP مليئة بالفريموركات كالماجينتو كلارافيل، حسنا ماجينتو ربما لا تعرفونها جيدا، لكن بالنسبة لي يعني الأجر عندما يعني تعمل بروجكت بالماجينتو أو مع شركة فإن الماجينتو أفضل من لارافيل وسامفوني. هناك الكثير ولكن أذكر لكم فقط الأشياء التي هي موجودة. كذلك لدينا بالنسبة للبي اتش بي قد نتعلم بعض السي ام اس مثلا كالوورد بريس، التي هي سي ام اس مطلوبة وورد بريس. وبالنسبة للسي ام اسات نستطيع ان نتعلم ايزي كيك. انها ايضا سي ام اس خاصة بالوورد بريس. لدينا جملة، لدينا الكثير من الاشياء، هذه اشياء يعني يكفي ان تتعلم واحدة وقس على ذلك، يعني اذا تعلمت فقط كيف تستخدم سي ام اس واحدة يعني تستطيع القياس على ذلك. لذلك مثلا في بالنسبة للبوتستراب وجي كويري اذا تعلمت هذه الليبراري يعني في نفس الوقت تستطيع ان تتعلم انجولار او رياكت، لكن في الادفانسد سوف نرى الفريم وركات. بالنسبة للباك، حسنا سوف اشرح لكم في هذا الفيديو، سوف احاول ان تكون الفيديوهات ولو انها سوف تكون طويله بعض الشيء سوف اكون احاول ان تكون من نصف فيديوهات بنصف ساعه. بالنسبه للبرمجه لدينا الفرونت اند والباك اند. حتى نشرح الفرونت اند والباك اند ولدينا ما يسمى بالميكرو سيرفيسز او الاي بي ايز. بالنسبه للفرونت اند حتى اشرح لكم وتفهموني جيدا خاصه الناس المبتدئين، فلتتخيلوا لدينا عرس شخص تزوج فتاه، وطبعا سوف يقومون بوضع وليمه، وقبل ذلك يكون عرس فيه هناك من يعمل امداح، هناك من يستدعي مغني شعبي، المهم هذه اشياء معروفه. اذا لو اعتبرنا باننا في عرس، فبالنسبه للفرونت هو ذلك الحضور، تلك الطاولات الموضوعه، الكراسي التي يجلس عليها الاشخاص، البرزه كما نسميها نحن بالدارجه عندما تجلس العروسه بجانب العريس والناس يعني يحيونهم يهنئونهم. مثلا كل ما نراه، الجوق او الفرقه يعني فرقه التي تقوم بالامداح والاناشيد وقراءه بعض القران، هذا كله يسمى الفرونت. ما هي الباك؟ الباك هي يعني الاشياء التي لا نراها نحن كحضور، مثلا تلك الطباخه التي تطبخ لنا الاكل، هذاك الاكل الشهي اللذيذ، الدجاج، اللحوم، الزيت، هذه كل اشياء يعني هي تستخدم في الباك وتعطينا نتيجة في الفرونت. يعني هي يعني تقوم بعملها في الباك، ومن خلال ذلك العمل تقوم بعمل جينيريت او جينيريشن لما يسمى بالفيو، رؤية، وهذه الرؤية هي التي نراها نحن في الفرونت اند. الان سوف تسألون عن الاي بي ايز حتى ابسط لكم الامور. الاي بي ايز هي التي تذهب وتجيء ما بين الباك والفرونت، قد نعتبرهم النادي
النادلين الذين يعني يعملون في الافراح والحفلات هم الذين يذهبون ما بين الفرونت والباك، لانني انا كشخص من الحضور لا يجب ان اذهب الى الباك، كذلك الطباخه والاشخاص الخاصين بالباك لا يذهبون الى الفرونت. مثلا اقوم بحمل 30 كيلو من اللحم و60 طير من الدجاج واقوم بوضعهم امام الفرونت، ليس منطقي. اذا هنا عندما يعني نقوم بتحضير الاكل وتلك الامور التي هي يعني يقع لها يعني بروسيسينج في الباك، هنا ياتي دور الاي بي ايز، تاتي الاي بي اي وتحمل هذه الريزالت او هذه النتيجه وتذهب بها الى الفرونت حتى يراها الفرونت. اتمنى ان اكون يعني قد وضحت الامور ببساطه. اذا ما هي اللغات المستخدمه في الفرونت وما هي اللغات المستخدمه في الباك؟ الفرونت بالنسبة للاي بي ايز كل لغة لديها اي بي اي خاصة بها. لدينا الفرونت اند والباك اند، حسنا سوف اكتب حتى اند. الفرونت اند هو كل ما يظهر للمستخدم، الباك اند هي الاشياء التي لا تظهر للمستخدم، يعني تقوم بعمل بروسيسين ولا تظهر. مثلا حتى اقرب لكم الفكرة، مثلا عندما تدخل الى الفيسبوك، الى صفحة الفيسبوك، تجد حقل تدخل فيه اللوغين، وتجد حقل آخر تكتب فيه الباسورد، وتجد باتن سميه به. عندما تضغط على عندما تملأ المعلومات وتضغط على الباتن، ما الذي يقع؟ إذا هنا تذهب ريكويست، إذا هذه الريكويست تذهب إلى الباك. حسنا، الريكويست التي تذهب هي بلغة الـ SQL. ماذا تقول له؟ تقول له select، يعني قم بعمل سيليكشن لجميع البيانات فروم من اسم الديتابيز، يعني قاعدة البيانات، والتيبل مثلا الخاص بالمستخدمين اليوزرز او كلاينتس، او لست ادري ماذا فيسبوك يسمي اليوزرز، لان طبعا قاعدة البيانات هي اهم شيء يجب حمايته. وير هنا نضع الشرط، الشرط نضعه في لغة SQL ب وير. وير هنا لوجين يساوي يعني الانبوت ما يعني كتبه المستخدم، اند يعني الباسورد، باس تساوي ما كتبه المستخدم. حسنا، الباسورد لا تذهب يعني ان كلير، يعني لا تذهب. مثلا لو كتبت انا هنا انور، لن تذهب انوار ولكن تذهب مشفره. هنا لدينا الكثير من دوال التشفير، من مثلا البيكريبت. هناك بالنسبه للمبتدئين يستخدمون الام دي 5، لكن الام دي 5 هي سهله الكسر، يعني يستطيع الهاكرز كسرها، لذلك نستخدم البيكريبت التي هي يعني قويه، يعني هو تشفير قوي لن تستطيع كسره بسهوله. الام دي 5 كذلك هي قويه، لكن هناك بعض الهاكرز متفوقين يقومون بكسرها. وكذلك لدينا الفيكتشرز، الفيكتشرز هي اشياء توجد في يعني الفريم وركات، يعني نستطيع استخدامها لعمل يعني كريب انكريبشن للديت للباسوردات مثلا، وكذلك نقوم بعمل فيك ديتا في الديتابيز، يعني نستخدم بعض المعلومات وندخلها في الداتابيز لعمل التيستين، ان نقوم بعمل يعني تجارب حتى نرى اذا كان هناك مشاكل او بعض الامور. حسنا، هذا ما هذه هي الاس كيو ال، هذا ما يذهب الى الباك اند. الباك اند يقوم بعمل بروسيسين، حسنا يعني يقوم بعمل اكزيكيوشن لهذه، يعني يقوم بعمل بريبريشن لهذه الكويري، يعني بالنسبه لهذه رساله يعني يجب اولا يقوم بعمل بريبريشن، يقوم او صراحة اول شيء يقوم بعمل يعني verification للاكسس، هل لديك الحق ان تقوم بالدخول هنا او لا. مثلا يجب ان تكون لديك الباسورد الخاصة بالديتابيز، السيرفر، الكثير من الامور. من بعد يقوم بعمل preparation، اذا كانت هذه الامور جيدة فانه يقوم بعمل preparation للريكويست. بعد preparation يقوم بعمل execution، يعني يقوم بتنفيذ هذه يعني الريكويست، يقوم بعمل ريك، وبالتالي في الاخير يعني يقوم بعمل جينيريشن للريزالت. هنا هذه الريزالت،
هذه الريزالت إذا كانت صحيحة فإن هذه الريزالت تكون فيها القيمة 2 مثلا هنا إذا كانت يس إذا كانت صحيحة، وإذا كانت نو تكون فيها القيمة فولس. هنا أقوم بعمل يعني في الباك أند لدي يكون لدي الشرط شرط if result، يعني عندما أقوم بوضع if result فكأنني أقول إذا كانت يعني قيمة result هي true يعني صحيحة، بالتالي أقوم بعمل يعني بعمل redirection لك مثلا للصفحة الرئيسية التي هي index مثلا دوت PHP أو لست أدري اللغة المستخدمة دوت GSP إن كانت بالجافا أو دوت باي إذا كانت بايثون، يعني على حسب اللغة التي نستخدمها. أما إذا كانت يعني تقوم بعمل ريتور لفولس يعني ليست توجد لدينا هذه المعلومات في الداتابيز، فبالتالي دائما أقوم بعمل الرجوع بك إلى هنا وأقوم بعمل يعني ديسبلاي لي ميسيج هنا اقول لك بان المعلومات المدخله خاطئه. هنا كذلك استطيع التحكم في هذه الامور، مثلا اعطيك 3 محاولات اذا فشلت فسنقول لك حتى اقوم بعمل سيكيوريتي يعني الموقع الخاص بي بانك لا تحاول اختراقي، مثلا اعطيك 3 محاولات مثلا 3 tries، اذا يعني استخدمتها مثلا سوف اقول لك حاول بعد ساعه او ساعتين يعني او بعد 24 ساعه، يعني انا هنا استطيع تحديد المده التي تستطيع عمل يعني محاوله اخرى فيها. حسنا هذا حاولت اشرح ب يعني ملخص بطريقه بسيطه. حسنا الان عندما ارسل اذا فالامور لن تذهب هكذا، لقد نسيت بالنسبة للبارت 3 الفونديشن 3 سوف كذلك نضيف النيتوركينج، لأن هناك الكثير من البروتوكولات التي يجب أن نفهم كيفية العمل وما هو البورتات التي تستعمل والكثير من الأمور، لأن هنا مثلا حتى يقوم عندما يستخدم اليوزر عندما يقوم بملء البيانات ويضغط على الباتن سبميت حتى يرسل البيانات للباك اند حتى يقوم بالباك اند بعمل بروسيسي لها، هنا نستخدم البروتوكول اتش تي تي بي او اتش تي تي بي اس سيكيور. هنا الكثير من الناس لديهم ميس اندرستاندين او يعني سوء فهم للاتش تي تي بي مع الاتش تي تي بي اس. هناك من يرى بان الاتش تي تي بي اس يرى في الموقع فوق الاتش تي تي بي اس ويقول لك بان الموقع موثوق، وهناك من يرى الاتش تي تي بي ويقول لك بان الموقع غير موثوق، وهذا خطا فادح. ربما يكون موقع فقط اتش تي تي بي ولكنه موثوق اوكي، وربما يكون الموقع اتش تي تي بي اس ونوت اوكي وليس موثوق. لماذا؟ لان هذه الاس الخاصه بالهايبر تكست ترانسفير بروتوكول، لان الاتش تي تي بي تعني الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول، يعني هذا البروتوكول يقوم بعمل يعني ترانسفير للهايبر تكست. ما هو الهايبر تكست؟ هما الطاقات الخاصه بلغه الاتش تي ام ال، لان الاتش تي ام ال اصلا في حد ذاتها تعني هايبر تكست مارك اب لانجويج، اذا فهي يعني يقوم بعمل يعني ترانسفير لهذه الملفات او يقوم بعمل ترانسفير لملفات تكست او يقوم بعمل ملفات للصور والفيديوهات وكثير من الامور، يقوم كذلك بعمل لل اكس ام ال للغه الاكس ام ال والكثير من الامور. مثلا هنا البورت الذي يستخدمه الاتش تي تي بي هو البورت 80 او 8080، لكن 80 هو البورت الاصلي. بالنسبة لل HTTPS يستخدم البورت على ما أعتقد 463 إذا كنت أذكر جيدا. إذا هذا هو البروتوكول الذي هذا هو البورت الذي يستخدمه. هذه البورتات تكون مفتوحة في الكمبيوتر الخاص بك، فلو أنك قمت بإغلاقها إذا فأنت لن تستطيع استخدام الإنترنت، إذا لن تستطيع استخدام البراوزرز حتى يعني نكون أكثر دقة، انه بعض البروتوكولات حتى عندما تقوم بعمل انستليشن لبعض البروغرامات فانهم يفتحون بعض البروتوكولات عفوا بعض البورتات في الكمبيوتر الخاص بك، وما دام انك تقوم بعمل انستليشن وتفتح بورتات اكثر
ما دمت يعني معرض بكثرة للهجوم. إذا هذه الإس تعني سكيور. ماذا يعني؟ مثلا عندما أقوم بعمل إرسال أنوار من الفرونت إلى الباك، فإن هذه الأنوار تشفر، تذهب مثلا على شكل علامة استفهام AS1 3. أما عندما أقوم بإرسالها بالـ HTTP فإنها تذهب بدون تشفير، in clear، تذهب أنوار كما هي. إذا لو كان هناك هاكر يقوم بعمل هجوم MIM أو دمان in the middle، إذا هذا الهجوم هذا دمان in the middle، فإنه يعني يستطيع أن يرى ما الذي ترسله، وخاصة إن كانت بيانات حساسة كمثلا اللوجين الخاص بك والباسورد، مثلا المعلومات الخاصة بال مثلا البطاقة البنكية الخاصة بك، وهذه الأمور، جميع المعلومات الحساسة، البطاقة الوطنية، لست أدري رقم الهاتف. إذا هو عندما تريد التسجيل في موقع وتريد أن ترسل بيانات مهمة أو حساسة، إذا حاول أن تجتنب الصفحات التي فيها فقط الـ HTTP. هذا لا يعني بأن الموقع بحد ذاته هو السيء، هو الذي سوف يسرق معلوماتك، هذا خطأ، لا. ولكن هناك هاكرز، مثلا أعطيتك أنا مثال دمان، هذا يسمى هجوم دمان إن دو ميدل. ما هو هجوم دمان إن دو ميدل؟ لدي مثلا اعتبر أن بأن هذا هو الخط ما بين، يعني هذه هي الرابطة ما بين الفرونت والباك. إذا دمان إن دو ميدل يأتي هنا، لأنك أنت هنا في الهاوس الخاص بك، وهذا في الإنترنت مثلا في اليو اس اي فيسبوك. إذا دمان إن دو ميدل قد يكون أنا مثلا هنا في المغرب، أنت مثلا في الهاوس الخاص بك، أنت مثلا في دولة الكاس اي السعودية. إذا أستطيع أن أقوم بعمل يعني هجوم دمان إن دو ميدل، وأعرف ما هي المعلومات التي ترسلها. إن كانت معلومات حساسة مثلا كم الاسم الخاص بك، الإكسبيريشن الخاصة بالبطاقة الوطنية، رقم البطاقة الوطنية، أنا بالتالي أستطيع شراء جميع ما أريده بالبطاقة الخاصة بك وأرسلها لعنوان خاص بي أو أي عنوان آخر وأستلمه. مثلا ده يعني أعطيتك أبسط الأمور، يعني ما هناك أستطيع أن أقوم بأشياء خطيرة قد ترسلك إلى السجن. هنا بالنسبة للـ HTTPS يعني المعلومات تذهب مشفرة، لكن ولو أن الموقع يحتوي على HTTPS قد يكون الموقع يعني يقوم بعمل الهاكينج، هو في حد ذاته يوجد فيه سكريبتات يعني خبيثة، هو في حد ذاته يأخذ المعلومات. إذا الـ HTTP أو الـ HTTPS ليست مسألة سيكيوريتي، لكنها مسألة ثقة، يجب أن يكون الموقع موثوق حد قبل أن تقوم. تأكد دائما وقم ببحث عن أي موقع تريد أن تدخل فيه معلومات حساسة خاصة بك، خاصة المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية ورقم الحساب والبطاقة الوطنية الخاصة بك وهذه الأمور، رقم الهاتف، هذه أمور خاصة تتعلق بك فقط وحدك. حسنا، أتمنى أن تكون قد فهمت الفرق ما بين الـ HTTP والـ HTTPS. قلنا البورت 463 بالنسبة للـ HTTPS، والبورت الـ HTTP يقوم يعني هو 80. هنا عندما أرسل ريكويست، عندما أرسل هذه المعلومات إلى الباك، هنا يقوم البروتوكول بإرسال HTTP، يعني رسالة من نوع HTTP ريكويست. وعندما تأتيني الريزالت من الباك إلى الفرونت، تأتي على شكل رسالة HTTP response، يعني الجواب للرسالة السابقة. هنا يكون معها الـ ID وهذه الأمور، لن ندخل في هذه الأمور بما أننا مبتدئين. إذا أظن بأنني سوف أوقف الفيديو هنا حتى لا يكون الفيديو طويل. أنا يعني حاولت أن أختصر كثيرا، لكن خاصة في هذه في البداية سوف يعني يكون الكثير من المعلومات، بالتالي سوف يكون من الصعب أن تقوم يعني بعمل كابتشر لكل هذه المعلومات في دماغك. إذا ما هو الحل؟ تقوم بشراء دفتر، مثلا دفتر وقلم
الآن يعني هذا الدرس أنا أقوم بتصويره، وسوف أقوم ب يعني عمل أبلود له في قناتي على اليوتيوب، بالتالي سوف يعني يكون متاح في أي وقت. تستطيع مثلا فيديو نصف ساعة تستطيع أنت أن تشاهده مثلا في يوم أو يومين. أنا سوف أحاول أن يعني أقوم بتصوير فيديوان أو ثلاثة في الأسبوع، سوف أحاول أن أعدك، لأنني والله العظيم وقتي مليء جدا، يعني لا أجد حتى الوقت الكافي للنوم. لكن مع أنه لدي الكثير من الأصدقاء والكثير من المبتدئين الذين يتواصلون معي على صفحتي في الفيسبوك وعلى الواتساب، وبالتالي فإنني مضطر كذلك أريد أن يعني أقوم بتجنيبكم الكثير من الأخطاء التي يقوم بها المبتدئون. وفي بعض الأحيان أنت تتحدث مع مبتدئ الذي هو يدعي بأنه متقدم ويقوم بإعطائك كثير من الأخطاء. مثلا يجب أن تختار دومين، ما هو الدومين الذي سوف أختاره؟ لو لاحظت هذا الفيديو فقط فيه الكثير من المعلومات التي لا تعرفها، لا أنت ولا الشخص الذي يقول لك ابدأ بدومين. الشخص الذي يقول لك ابدأ بدومين معين كالويب ديفلوبمنت أو لا تتبع كلامه، لأنه مخطئ جدا. دائما الأصل أن تبدأ من الأصول. مثلا طبيب، فلو أنه لم يقرأ القراءة ويقرأ اللغة الفرنسية ويقرأ الرياضيات ويقرأ الفيزيكس ويقرأ يعني العلوم الطبيعية والكثير من الأمور، ما كان أن يكون طبيب. لو قمت ب يعني أخذ شخص قلت له سوف تصبح طبيب، سوف تدرس الطب، لا يمكن. لأن أي مهنة في العالم، ولو أن يعني هذا الدومين أصعب من الطب، أنا الطب في حد ذاته فقط عبارة عن بعض الحفظ وهذه الأمور، ولكن نحن هنا لسنا لوضع مقارنات، فقط أريد أن أضعك في الصورة. أي شخص اختار هذا الدومين فإنه دومين صعب جدا، لا تتخيل بأنه سهل حتى لا تكون مخطئ. في بعض الأحيان سوف تتمنى لو أنك كنت طبيب أو محامي أو لست أي أدري أي مهنة أخرى على أن تكون مبرمج، أنك سوف يجب أن تكون فيك بعض الصفات، منها الصبر، تحلي بالصبر، صبر صبر صبر، وإلا فإنك سوف تقوم بإلقاء الحاسوب من النافذة وتتبعه. كذلك حس المنطق، يجب أن يكون تكون لديك يعني تربيت على المنطق، لأنه يعني لن تأتي وترى هذا الفيديو الخاص بي ويعجبك وتسمعني أقول بأن البرمجة فيها الأموال وتستطيع أن تعيش، حتى لو لم تغتني سوف تعيش مرتاحا، سوف تريد، لن تصل بهذه الطريقة. في البداية اعمل على أن البرمجة يعني حب، شهوة، يعني شيء تحب القيام به يوميا، ومن بعد إذا أعطيتها كما نقول بالدارجة المغربية لأعطيتها غدا تعطيك. إذا أعطيت هذا الدومين الوقت والجهد وسمحت في نفسك كنت مريضا وتقول أنا لست مريض سوف أدرس وهذه الأمور، كن أكيد أنك سوف تصل. وفي نفس الوقت لو أنك لم تعطيها حقها فلن تصل. هنا سوف أتحدث عن بعض الأشياء، بما أنني أطلت في هذا الفيديو سوف أتحدث عن بعض الالتزامات حتى تتبع معي هذه الدورة. الالتزامات هي أول شيء 4 ساعات، 4 hours daily، 4 ساعات يوميا على الأقل. لماذا؟ لأن مثلا هذا الفيديو الذي سجلته أنا في 30 أو 40 دقيقة سوف ربما يأخذ منك أسبوع حتى تفهمه كما يجب، وهذا فيديو بسيط. تخيل معي إذا كان هناك فيديو فيه البراكتيس والكثير من الأمور، يعني تطبق فيه، تظهر معك بعض الأخطاء، تبحث في جوجل، تبحث في ستاك اوفر فلو والكثير من الأمور. إذا في هذه الدورة سوف تكون شاملة كما قلنا، سوف نتعلم في الكثير من الأمور. إذا على الأقل 4 ساعات يوميا، يعني الكوميتمنت أو الالتزام، يعني يجب أن تكون ملتزم، يعني كأنك تدرس عندي في الحصة. يعني عندما أعطيك تمرين تقوم بإنجاز ذلك التمرين، عندما أقوم أقول لك ابحث سيرش عن هذا الموضوع سوف تقوم ببحث سيرش عن ذلك الموضوع، وهكذا. يعني الكوميتمنت فإنه شيء ضروري. قلنا كذلك البيشنس، صبر، يجب أن تكون صبورا. لوجيك سنس، يجب أن يكون لديك حاسة أو يعني حس منطقي،
الحس المنطقي هنا هو الصعب، لأنه يعني إن لم يكن لديك من البداية فإنه يعني صعب أن تكتسب، لا أقول مستحيل، كل شخص لديه قدرات، لكن يكون صعب خاصة في البداية. إذا أظن هذه الأمور فقط لن أكثر عليكم حتى لا تقوموا ب، وكذلك محاربة الملل، الشيء القاتل بالنسبة لتعلم أي شيء ليس فقط البرمجة هو الملل. حاول ألا تمل، حاول يوميا أن تتعلم الجديد، حاول ولو أنه ظهرت معك بعض الأخطاء لا تمل. كذلك يمكنك أن تتواصل معي في أي وقت، ليس لدي أي مشكل، تستطيع أن تتواصل معي، ترسل يعني رسالة على الواتساب، على التليجرام، على الانستغرام، على الفيسبوك، سوف أضع كل الأشياء الخاصة بي، يعني جميع منصات التواصل الخاصة بي، كذلك على الإيميل. يعني عندما يكون لدي وقت سوف أجيبكم. أنا في غالب الأحيان أجيب، لا يعني أجيب بالليل، أجيب أغلب المسيجات ولو أنها تكون كثيرة، فإنني أحاول، لأنني أعرف بأن هناك من ينتظر فقط الجواب ديالي الخاص بي حتى يكمل، بالتالي أحاول أن أجيب عن جميع الأسئلة ولو كانت كثيرة. لن نطيل، سوف نكتفي هنا. في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نرى يعني بعض الأشياء. هذه كانت فقط مقدمة، تحدثت لك هنا عن الويب، لأن الأغلبية الساحقة والمبتدئين يبتدئون بالويب لأنه تقريبا أسهل دومين، لكن لا أنصحك تبتدئ بالويب وبالتالي تذهب إلى شيء آخر، لا أنصحك بأن تبقى في الويب، لأن الويب تقريبا سهل، بالتالي عليه ضغط كبير، حتى أنك أصبحت تجد هناك من يصنع، أو يعني يصنع يعني ويب سايت ب 50 أورو أو 50 دولار. إذا أنا صراحة لن أقوم بإشعال البي سي الكمبيوتر الخاص بي من أجل ولو 500 دولار. إذا أراكم في الحصة القادمة إن شاء الله، أتمنى أن تضعوا أسئلتكم وأن تضعوا يعني أن تتواصلوا معي إذا كان هناك أي مشكل. إلى ذلك الحين أعانكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.